أخبار اليوم. اتحاد طلبة الانتخابات كانت موجودة لحد اللي فات. اتحاد طلبة ده يمكن جاي بعد سنتين من غياب النشاط الطلابي وغياب اتحاد الطلبة على مستوى الجامعات المصرية. يمكن احنا عندنا تحدي كبير جدا، خصوصا بعد نسبة المشاركة اللي كانت قليلة مش كبيرة في مستوى الانتخابات الاتحاد الطلابية. فاحنا عندنا تحدي مهم جدا عشان نوصل للطالب اول حاجة التوعية باتحاد الطلبة واهمية وجوده، تاني حاجة اهمية وجود انشطة على مستوى الكليات ووجود ميزانية مالية كافية للاتحاد الطلابية علشان يقدر يمارس من خلال الانشطة الطلابية. تاني حاجة ودي اكتر حاجة يمكن مهتمين بيها هي فكرة المعلومات وتداول المعلومات عن اللي بيحصل في الجامعة. لازم يكون اتحاد الطلبة ليه دور في ان هو يعرف المعلومات اللي موجودة في شؤون الطلبة واللي موجودة في الخدمة التعليمية اللي بتقدمها الكلية او الجامعة علشان يكون في شفافية وتوصيل المعلومة للطالب. وحاجة اخرى ويمكن احنا مهتمين بها برضو بشكل كبير هو فكرة حق الطالب وحرية الرأي والتعبير داخل الجامعة والالتزام بالقيم الجامعية طبعا في الاطار ده. فدي يمكن من اهم الاولويات اللي احنا بنبحث عنها خلال الفتره. طبعا انا رئيس اتحاد الطلاب من كليه اعلام. يمكن كليه اعلام كان بقالها فتره كبيره جدا ما خدتش منصب او ما كانش في حد رئيس اتحاد طلاب جامعه القاهره منها. فانا دي شايف حاجه كويسه ان يعني الحركه الطلابيه في الجامعه تكون من كليه اعلام. طبعا بما تميز طبعا الكليه ليها فيها وعي وثقافه الى اخره. فده شرف لينا طبعا وشرف الكلية ان انا بمثلها في اتحاد طلاب جامعة القاهرة. واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجة للطلبة، واتمنى برضو من الطلبة ان هم يساعدونا على المهمة دي، وان شاء الله يكون في انجازات كويسة خلال الفترة الجاية.